حرب براءات الاختراع بين شركتي أبل الأمريكية وسامسونج الكورية الجنوبية متواصلة، فقد قرر المحلفون في محكمة فيدرالية بولاية كاليفورنيا أن تدفع سامسونج مبلغ مليار دولار لأبل، وذلك لانتهاك براءات اختراعها في وظائف معينة من الهواتف الذكية والألواح الرقمية. فيما رفض المحلفون دعاوى شركة التكنولوجيا العملاقة سامسونج التي اتهمت فيها نظيرتها أبل بالتعدي على حقوق ملكية عدد من براءات الاختراع المسجلة باسمها وطالبت بتعويضات عنها. وستطالب أبل بعد هذا الحكم 7 أيام بحظر بيع واستخدام بعض من منتجات خصمها سامسونج في الأسواق الأمريكية. وتهيمن الشركتان على أكثر من نصف مبيعات الهواتف الذكية واللوحات الرقمية في الأسواق العالمية. وفاجأت السرعة التي تم التوصل بها إلى هذا الحكم العديد من المراقبين الذين كانوا يتوقعون إجراءات قضائية تستغرق زمنا أطول.